الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله: باب كف المتخلي. كي حاجة قدنا يدين تيسو باب يهي كي استاق عن الكلام هذا الكوك استاقه باب كانوا يحكو سابسن يقفكم مركو حاجة قدنا يو إن وهذا الله حكم كيد ومحي. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا من أيام مر صومري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يد رسول كيلا هنا يبول كاتشيو فسلم وسلم إنكاس عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد معل يا النبي عليه الصلاة والسلام عليه إنك سلانتي كمعلن وقمت جواب. رواه الجماعة إلا البخاري. رواية أبي داود نوح كحسان النبي عليه الصلاة والسلام إنه قبل جبيستي أمرك قبل جبيستي كدي منك سلانتي وقمت جواب. رواية كلا نوح كحسان ومن طريق المهاجر بن قنفذ وعدين إياه صابت النبي عليه الصلاة والسلام سلامت وقت جوابي وايد. النبي عليه الصلاة والسلام يحكو لي مركي الدم بإني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر وعن كرايستي إن إلهي حسوه سبحانه وتعالى أن يقوى طهارة قبم ويانه. حديث كان مركي الصور كيس الشيخ ويحود لي شدي قفكم مركو حاجة قدنا أيو إن يتعين وآمصه وأدابته ونعكسن يحشاد كآيات هاي كمت إن وهضلنا عذر دار الآن أرين مكروها إن يتعي أيو تلمامي ساسو كلا الرواية كلا حديث كوا حاجة تلمامي صادق ده صلاة أنت بلقى مصي هذا الكي كلا نكسي مدنوي رواية كلا نواحي تلمامي ساع أن قفكو هديان وطهارة ما يسترن قبين إلهي سبحانه وتعالى إنه حسين إتا خلاف الأولى لما أردن كروا مكروه لكوا خلاف الأولى سيدي أفضل كايدة وراك سنيدون بي خلاف صنف. وهي عائشة واحد اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه نبي حالة دي سورنا إلهي وحسين marka kariihtuna looga ma jeedo karaahiyada ay qaaneen culimada usulul fiqh oo wixii la isu diiday laakiin si go'an la isugu diidin waxa looga jeedaa macna khilaaful awla wal afdal sida mudan ee fadliga badan ayay khilaaf san tahay in ilaahay subhanahu wa ta'ala la xuso iyadoo aan taahir lahayn way culimada islaam waxa isku waafaqsay in qofku hadii uu salaanta ka jawaabo isagoo aan weysa qabin in aanu ku dhicin makruuh ama wax la isu diiday in aanu ku dhicin laakiin sidii afdal kaayid uu ka tagay sida afdal ka horta inuu tahaarad horaysiyo kadibna tahaarad dhamaystiran isagoo qaba salaanta uu ka jawaabo. wa an abi sa'id qala wuxuu yiri samictu waxaan maqlay marka wixii cudurdaar ama daruur ay keentay hadal isaga waa laga soo reebayaa ودد سؤالهان هذا كي سقف إن دلاء مال كيرية أما مال كدعاية والله الله صادق وحاجة جدنية حلا مدا هدي قف هذا هو جبان تي وكاتجيو هذا حاجة جدري والله اللي كرتاه وارنت أسماها مكروه. وعن أبي سعيد قال وحر سمعت وحن مغلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول السقالي لا يخرجان بحن الرجلان لبنن يضربان الغائط أي يمشيان إلى مكان قضاء الحاجة يقول أصعد هلك لوحة تقوته الضرب هلك أن المشي بالوغة تشيدا قرآن كان كلمة سمعناه وقصها رورت أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إسافرتم فيها ك
كاشفين حالين كوفيدي عورتهما عوردودا يتحدثان يقول شيكي صنيع فإن الله محايا لإلهي يمقط وعروض على ذلك أرنك إلهي سبحانه وتعالى وكعروض المقت نوى أشد أنواع الغضب وعرض النوعية ذا النوع الدرموي قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه حديث كان هو حديث ضعيف علوين بان قصه كان أول هو من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وعكرمة ابن عمار في حديث يحيى بن كثير أو في رواية عن يحيى بن أبي كثير ضعيف وكثير الاضطراب مرقو كوري عكرمة يحيى بن أبي كثير وحيو كوري وضعيف وي وحكى له سنة كحديث كتيرا هلال بن عياض وإساقنا مجهولة وحكى له حديث كتيرا اضطراب في متنه متن جيسو إسخ الخلاف صن رواية قاركوت واحد تلما من عرضا إلى هنا كذل أنا يسوع إسقاؤن تا يشيء كيسجا رواية كقاركودنا ما يشيءين شيء كيسجا إسقاؤن تا قراية تلما من رواية كقاركودنا إسقاؤن توم بشيءين حنو كذا ما يشيءين إسقاؤن تا شيء كيسجا قرا شيءين ابن القطان كتاب كيس الرادو بيان الوهم والإيهام أي قعد خلاف كنوع عاصي حديث كسنة كيس كتيرة وحلم إذا حديث جابر بن عبد الله ويسجل لفتي سنة ضعيفة حافظ بن حجر بلوغ المرام مركو كان وحي رضوى معلول حديث كاس الإمام أبو داود يدار قطني وحي الرجحان يا حديث مرسلة وكذلك يا أوتسين يا وحاوي يا البيهقي وابن حجر ومسكين ابن بكير لدى سنة كيس كتيرة عن الأوزاعي وحو خلاف الرقي ساقا مركا كمودا بل ساقوا ضعيف رقث قادة الوليد بن مسلم هي صعصع ابن السلام مركا حديثكوا ضعيف هدو أنصح الآن عقاب كان لغو الشيقي وعلي لهارن كان كدلنا سوى مركا لبدو إسراعان كاشفين عورتهما يتحدثان والله بقف وحاجة قدنية ومدوا لبكة كلا عورتي سوى أركو هذا ما شيكي صنية لا شك تاسين حرام تاي ويكشف العورة ما بنانا قفكو مركو حاجة قدنية ندى وكسي درام تاي وكسي ليدتا أدلة بضن نوحي أمر كوب بحسي قفكو إنو عوردي سأستره أرن كان مركاكو سابسان لواقف يقو حاجة قدن إيني إسكاشي كيستان وارين آداب تفيعان يردقن كوناكسان خلاف سنوي هدل الرضاين بضن بيكو سارورت قرآن كي يسونا هبا إن لبا دنبيل الإسراعيي دي ترى عقاب لقر رتبي يدو لبدا سميد ولي بغوني دي سودن بي وياه مركا تن محساسو كل لو اورن وايو لو اورن واي عورده ان لفيدانا وا دنبي تاس يدو خلاف ماله ان لا شيكيستو مركا حالدان لو جيرن وا دنبي وانا لا نهي اصل كو هو يا دي لبا دنبي اما كبدن لا اسراعي او ده تر عقاب لا غدليو ان عقاب كاس اسراعود انو كدلنيو وخي قران كي سنها كو سو اروراي لابد أن بيأما كبداً يدو الإسراعيي هذا نميد والباع عقابك وقولي دي ساوغا دالان أيو لو كيك ليان الله سعوري دليل بار انت نوعا ستسي لكن أصل قواسي دا سيارو تلمانيوي باب الإبعاد الابتعاد فقانشيب باب يو الاستتار يو اسقرنتي للتخلي حاجة قدشة أو قيد مركا لوف وقاده وداد كيندوه دا لغا قرصوامو في الفضاء مركا لغو حاجة قدنا يميل بنان
ومال ديسان او لو دياري حاجي قدشد قفك ادو كو حاجي قدري دي ماشا سنقو قليا حبي فقانش او ما باهنا لكن مركا قفك مال بنان وكو حاجي قدري باب كان وحو كور رمي انو دادك كفو قادو فقانشا هان هير كيسو انو قادسي سنادو انو دادك كالي بدو وكقر صوبه سابتنا وحوهي وسيان عوردي صلى الله عرق قرار مركو سيفا ديسان يفيدين ايو هي مركة وكعية ساسو كلاينا وحسن قرى لقب مقل أما وح أورا ويساو كسو بحيدت كينان يسو قاري عن جابر قال وحر خرجنا وانو بحنيم عن نبي صلى الله عليه وسلم النبي قال نقول الله سعونا في سفر سفر نحدي وكان وحا النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي البرازة ميدان حاجة قدام بوا حتى يغيب إلا وقرصوما فلا يرى أن العرق رواه ابن ماجه ولأبي داود كان وحي إذا أراد مركو دون البرازة قضاء الحاجة انطلق ودقاق تشري حتى لا يراه إلا وقارو ميلان وكار كاين حد وقفنان وكار كاين وهي البراز السلام ومقعوا ليه الفضاء الواسع من الأرض ماشي بنان بلادن دولك كمدا ويكنا به عن قضاء الحاجة حاجة قدشدة نصر بيبهان بالله استعماله يدو حان ونكسنين يدي لغا حشوضة أفكا لغا دورايو حديث كان وحو تلماما يا إن آدابت حاجة قدشدة أي كمتهاي وفكي ميل بنان كو حاجة قدر يدد كينو كفو قادو أسبابي هاي نشيقني أوقيت هذه أنا السكة لعوردي سكو قرصو مهين إلا أودتك كفو قادو وكالي بدمو يانا تاسواتي بيكون غرس هذه عوردي سكو قرصو مكرتو سكو فقاشا نوع عاصمين تدك إنو كفو قادو وارين آدابا ومستحبا وي السنة حديثي بدن بارك صاروري المغيرة بن الشعبة وحيري رضي الله عنه قال لي النبي عليه الصلاة والسلام خذ الإداوة رسولك وحيري قولي سوقات ويسد فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته نبي قول دقاق إلا ويقلب داي وحاجته سيو قلت بخاري مسلم باوري وحلم إذا حديث مغيرة وأبو داود الترمذي النسائي بن ماجه وريا كان إذا ذهب المذهب أبعد نبي عليه الصلاة والسلام مركو حاجة جدنيو مال بنان وكو حاجة جدنيو وفقان شري حديث ابن عمر بالله إذا كان يذهب لحاجته إلى المغمس نبي عليه الصلاة والسلام وحو حاجة جدشو تقي شري ما شاء الله يرادو المغمس نافع عبد الله بن عمر أردقي سيو حديث كورين يا وحو يري المغمس ميلين أو ثلاثة من مكة ومال مقالة مكة لبن ميل أما صدح ميل وشرت كوران لبن ميل بسعون شري نبي عليه الصلاة والسلام ساسي أي وفقان شري وعن عبد الله بن جعفر قال وحوري كان وحاها أحب ما شيء لو قلت عليه هاي استتر به ويسكو قرية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتي حاجة قدشدي سأوجد هدف واحتاجا أو حايش نخل أما قيدة تمر أرصا رواه أحمد ومسلم وابن ماجه حايش نخل أي جماعته وقيدة تمر ولا واحد له من لفظه وانا جمع عن لهين مفرد اي اسكو اريهين واسكو لفظيهين وهي حديث كان وحو سنة دليل وياهاي قفك مركا حاجة قدريا وحكا استقو دادك اندوهد اني قبطان وي اركان كورستاقي وكا قريريا انو اسكو استوري كرو سيدا انو قيدا نح قلو من قيد حاجة كلا انو كمرو موس رجح ميل قدر إنه قرأ
وحاسو دمي وا كفيلين واي مقصودك وحا ويه الله ترى عورته وانن عورتي سلا عرق مقصودك سينا انت اينو شيغني با وا وا كحاصليا وحلي سويدين كراسو كنبي عليه الصلاه والسلام ديده ان جيد كهر كلا لو حاجه غتو هوستيسا حديثا سو سوتاي كو اركي دونو وحنا لنا هارو دن ماها وا هار غارا وا هار كدكو استعمالان اي هرسدان geedka midaha leh sina nabiga kaleey salaatu sallam waa diiday in lagu hoos xaajo guto midaha daataasi aanay dadka uga xumaan aan marka taana jawaabteedu maxay noqonaysaa ilaa geeda timiro urursan nabiga kaleey salaatu sallam inuu isku qarin jiray marka xaajo gudanayo waa ka xadiif kari tilmaamay taana jawaabteedu waxa noqonaysaa ilaa geedahaasi geedahan wali timir yeelan midha aan yeelan inay ahaayeen ba marka lagu fasirayo وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري من اتى قفك يما دا الغائط اي مكان قضاء الحاجه هل كو حاجه غدني فليستتر هايس استر او ددك هايس قريو فان لم يجد دان وهلين الا ان يجمع ان اوريه مويانه كثيبا موس موس كاسي او من رمل انا عيد حقيت كهذي فليستدبره انتو عيد موسو وتاغو او دبتشيدي فإن الشيطان محايا للشيطان كو يلعب وكو عيارة بمقاعد بني آدم الماء آدم دبو ينكو دعيو كو عيارة من فعل قفك صدا يالا فقد أحسن وحونا كسنبو فلي ومن لا قفك عن صدا يالنا فلا حرج أي عليه مر هديان لا اركاين وحدا بي دشي سماها حديث كان وحديث ضعيف ويه ابو سعيد الحبراني الحمصي اي سند كيس كو ريغيا صحابنا ما سيده صحده ولا سو خلاف تا لكن سيده صحده صحابي ما وانا مجهول ومع هذا ف في إسناده اختلاف الإمام الدارقطني وكل شيء كتاب قصة العلل وهو مركة المام يا رشا يدان كوين وقت يقفك وحاجك بدون أي بشر وقصة حاضرة والسخط هي النجاسة وحاسة يكهلا مركة هديد يقفك فرصة وكهلا حالة نوع عسى وكفى يدي السريع حيا وقفك الشيطان كمركة كيلا لينا وحكم ذا إن أو إس أسطراء دادك عوردي سوى حويان وكقريو باب نهي المتخلي كي حاجة قدن يديد ماذا لو ديدي بو بابي عن استقبال القبلة قبلة إنو أجيستو واستدبارها إيا قبلة إنو أدبت شيديو وقفكو مركا وحاجة قدن إيا قبلة إنو أجيستي لو ديدي إنو أدبت شيديو حق الدنبه وسكحك سياني لو ديدي بابكم مسألة سكان لي القبلة نوحة لوغة جيدة الكعبة المشرفة كعبة دوها قرقة إله إلهي وشرفي وحانا القبلة لو يري لأن المصلي يستقبلها ويقفك تكن إياه يا قابل حق يدو جيست عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحل رسولك إلهي إذا جلس أدو فريستا أحدكم متكين لحاجته وفريستا حاجة قدشديسة فلا يستقبل القبلة كعبة الحق يديان وشيسا ولا يستدبر أيان وندب تشيدين رواه أحمد ومسلم في رواية الخمس إلا الترمذي قال إنما أنا لكم الرواية الترمذي إنما أنا لكم أنا قوحا إذن كإذن تاقنا هيون بمنزلة الوالدي والدك هالك ولدك سو تاقياه والدك واحد دبعي سكمي دا ولدك سينو وناق لك عليا هاي أو تربية دا أو حقوق الشيخ وعلمكم وان دين بريا وحي إلى هاي قسودة شيء فإذا أتى أمركم يما دا أحدكم متكين الغائطة ما يشعوا كحا تشكو دان أيو فلا يستقبل القبلة كعبدا يانو قابل ولا يستدبر يانو أندب تشيد ولا يستطب يانو كو استنجون بيميني قعنتي سميدك
وكان وحى النبي عليه الصلاة والسلام يأمره مذا أمر بثلاثة أحجار صدح نقاح اللقو استنجوده وينهى أنه يجري عن الروثة والرمة عن الاستجمار إن لقو استنجوده بالروثة صالدي والرمة لفيه وليس لأحمد إمام أحمد ومسك نمرك حديث كوري في يدحس الأمر بالأحجار أمرك ليس أمرين أقا حنت أصدح ذا إمام أحمد سقو إنت أمورين وهي حديث كان مسألة وقال يا مسألة سيانو تلمانا وقف كي حاجك بدنيي إن أنا قبل ذا أجيسان أنا أند بجي در حق الدنبان اسكحي كسير مسألة الحكم كيدنا علماء آد بيسوق خلافان حديث كان واحد ليشدا المانعون من ذلك مطلقا علماء يرسين بكم بنانا وفك حاجك قدرية إنو قبلة دا وجه استامين ودبا تشيدي أما بس وحوية أما وحسكم إذا إنو كو حاجك قدرية بسم الله دي إنو كو حاجك قدرية مال بنان كل هذا الصوابر وحسو دا بواسكم إذا بسمونا وحبتر ما يبيد عدينو دي صابت أرنتن لو دي دي وحرمة دا كعبة دا ليلالي qof ku raadu dhisba ku dhex jiriya adii kalaba mar haduu jeesto ama u daba jeediyo kacbadi de xurmadeed meel buu kaga dhacay dhisma waxba tari maayo kullayba buura iyo dhismayaal iyo bado qofka iyo kacbada u dhaxeeyeen ila qof kacbada horteeda ku kaajiyo waxbaana u dhaxeynin ma jiree ahadiisa soo socotay marka tilmaamaysa النبي عليه الصلاة والسلام أرن كوح كدوان حالة قار كود والسميين ويكتشوابين وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي إذا أتيتم الغائط مركة تمادان مجد كو حاجة قد نيسان حاجة قد شاهدوا تمادان ولا تستقبل القبلة قبلة أو تشيسانين ولا تستدبروا أو ندب تشيدينين ولكن سيش شرقوا قرحك صباح قابلة وحاجة قراحة كسر بحده وجهسته أو غربوا أما هلك قراحة كده على وجهسته وارنتني وحاء يقص أبسط هاي غير مدينة يعد الله مذا غير مدينة قبل ذو وحي كحكتا كونفور أدي أي مركب وقوي وجهسته أنا قبل ذو ودي بتشهدين أدي كونفور وجهسته ووجهسته يعني مركب حاجة يقفران قراحة كسر بح يقراحة كده على يقفران عندي يجا الله ميدي أمر كقبلة دواي جهاد كونفورت كحكته أما جهاد وقوياي كحكته سيدا نوكلا أي حديث كان الله عليا اللي دتك قار كود بين قبلة وبكحكته هلك قرحة وكسوة بحده أما حاجة قرحة وكذا عذر واتشر علمي ذا قار كودو ظاهر كي ساقاته غير مديني عندي الله ميدي أنكم قاري لنا يري هذه وحويا قبلة وقفك أي كحكته باري أي كحكته أما قلبي ذا كحكته ويستجتش سن كراه ودبت شيء كراه لكن تازي صح معها وهي حديث كوي حديدة يا بدي واستقبالك يا استدبارك لا فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها هذه بري مركي كحكتو أما قلبيت كحكتو وشي سنكرو هذا الكلام حيو فايدين يا أوتها وشي سنينة وندب وشي دنينة قال وحولي أبو أيوب الأنصاري قال أبو أيوب الأنصاري وصحابي حديث كورينية فقدمنا وحانو صاق اللي عشام فوجدنا وحانو هاللي مراحيدة مسقلة مسؤولية قد بنيت لرسين نحو الكعبة أي إلى جهة الكعبة كعبة جهادة اللو جهدي وننحرف هو جهسنة نعانا كعبة وكجهسنة نوا كل حريب وحق يد أمان نان جهسنة هاي مركان مسؤولية دا قلو ونستغفر الله تعالى إلهينا سبحانه وتعالى دمداف بان ويدي سنين مرك حديث كان كيهور ولميدي لكن وحوديري هاي والتلمام يا أبو أيوب هو حديث كورينا يا إنه حديث كفهمي إنه أنا بنانين إن قبل هذا اللوتش استمر كل حاجة قدني أما اللوت ده بتشيدي أما بنان هلا تشوجا أما الاسم هلا بتشيري وحشيك يا سولية ده نوع عاصي حاجة كعبة اللوتش هدي شام كارد استمر كاي جلان إنه يقول اسمه كله تشيرات ده كعبة سكبر برين تشيرين وهاي كل حاجة تشيرين ولما إلهنا سبحانه وتعالى دمدافع ودي سنشرين اتفق عليه مراحيض وجمع مرحاض وانا المغتسل على الصلاة وما شاء الله قم يدو
ورحضت الثوب عرب التراضة رحضت الثوب أي غسلته وارميره قال مرحاضنا هو مكان الاغتسال والمغتسل وماشي لغو ميره لكن هل كان محاله قد شهو موضع التقلي في مكان قضاء الحاجة وماشي لغو حاجة قتاله قد شهو ذلك وعسويدين له مرضي أي كعبة بكلي حنشرين وانا قابل تشرين وحخلط مركا يقلين بان يتشرين وحانا إلهي سبحانه وتعالى دم داف كوي دي سنشرين واضح وليه ونستغفر الله تعالى العلم يقال كود وحي الله إن كانوا يستغفرون لبان الكنف على هذه صفة الممنوعة وحي الله دم داف كوي دي سنشرين داد كي نسي مسقلها الصفة عن صحضة هاي الشريعة دي دي ونسي إلهي دم داف كوي دي العلم يقال كود نوحي ليهين ما يا مرح دي مسقوشة أولي صمت هاي وشي ده حق كعبادة قفكو حتى سكستو يسو بربريو إنو كودة شيستا أيان سورتو بهاي ولا يحصل لهم بذلك تمام الانحراف مركا وحي قبل وشيسة ده نعي هوايا راضة بيه أي إلهي سبحانه وتعالى دمي داف كوي دي سنين باب جواز ذلك أرنك بناني سوء باب يهي بين البنيان لسمها أما لسم ياشا دحود وبناني اسم يشاروح ونقول أرنك إلا قسو هاد ليوها استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة إن قبلة دلوتش يستعمل لود دبتش يديا مركا الحاجة قدنية مركا وحول لي يدير لسم دحود اللي قد شراء إنو بناني يهي أرنك آسيو قبلة الحاجة دلوتش يستنكر لون دبتش يدين كرو باب كاركا ورمية وهو مذهب مذاهب تكمل مذهب رأي الشيخنا أورانا يا لو ما تشيسن كارو لو ما ندب تشيدين كارو بنان يا ديس منا واسكوميد أرنت هالسنة وحارة باب كنا وحكوس ليس مذهب لبعض أورانا يا حدي بنان لتشوجو أيام قبل لو تشيسن كاري لو ندب تشيدين كاري هذه سر ديس ما دحدي ديس مسقولها كل الوحي تيجي جدنيه أرنت هالسوا بنان تايد حديث كاري ودبتشيدينتو إني بنان تايبو تلمار تكلانا والله قياس قادرية واستقبالك إن لا قابلو لو تشيستو وانا مذهب كعلماء قاركوضة إرادة ومذهب جمهور العلماء سيبن حجر وكالي وانا مذهب الشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري رقيت وانكري أي سعدت وعلوت ارتقيت والله مدون يوما مال على بيت حفصة حفصة قولي لي ديبان كوري وحفصة بنت عمر ولا شيء عيد حاسك النبي كان عليه الصلاة والسلام هاي ورأيت وحن أركاء النبي صلى الله عليه وسلم نبي على حاجته حاجة قدشد سيسوغو كتيرا مستقبل الشام حالة ويامد شام كتيرا حق الشام الشام قوي بك حكتا مدينة مركا قبلة دينا كونفور بك حكتا شام نمحي كحكتا وقوي مركا الشام مركا لوچي استقبلة دي قفك حق الضمي كمرس مستدبر الكعبة حالة ويهيمد كعبة أدبة شيدي رواه الجماعة مركا عبد الله بن عمر رواية دينا واحد تلمانتين ولي على بيت حفص قريقي حفصة ودي حفصة قريقا ugu abtiriyo xafsi inay lahayd buu sheegay marka xafsa wuxuu guriga ugu tiiriyay laana ul bayt alladhi askaraha nabiyyu fihi wa gurigi nabigu kaleey salaatu salaam u dajiyay riwaayada bukhari la waxa ku timi ala dhahri bayti lana guri anagu aanu lahayn ba ayuu yiri fi riwaayati ukhra ala dhahri baytina guriga iyaga dushiisan koray marka xafsa lahayd iyo guriga iyaga iyo salaas waafajin aan isku waafajin ama kulay xafsa lahayd waa guriga xafsi ay deganeyd taas waa xaqiiqda nabi kaleey salaatu alayhi wasallam dajiyay guriga iyagii markuu leeyahayna waa in baabil majaz waxa xaqiiqda ma taas madama walaashi ay lahayd ayuu buuri guriga iyagii
taas xataa luqadeenna waa ku jirtaa qofku guri aanu isagu lahayn ee daday qaraaban yihiin ay leeyihiin inuu dhaa gurigayaga. waxaa kaloo dhici karta in cabdillaahi ibnu cumar markii dambe guriga isagu uu yeeshay ba xafso uu dhaxlay, laanu lam yakun lahaa shaqiiqun ilaa huwa, qof ay isku hooyiyo aabba yihiin ma jirin xafsa cabdillaahi ibnu cumar mooyaane. ahlu taariikh ay sheegeen mustaqbil ashaami mustadbir alkacba labadu waa xaal, marka xaal mutaraadifaa baa laga dhigi karaa, xaal mutadaakhilaana waa laga dhigi karaa, labadaasi waa jiraan. mutaraadifadu waa alatii tatacadadu lisaaxib lwaaxid, waa in saaxib lxaal mid qura uu noqdo, xaalkuna uu tacadudo labiyo ka badan u noqdo, taa mutaraadifaa la dhaa luqahan. mutadaakhilana waxa waa xaalka labaad ama saddexaad ee laga xaaleeyo damiirka xaalka hore ku jira, oo iminka mustadbir alkacba xaal labaad bay noqonaysaa. halka laga xaalaynayaana noqon mayso annabiya calayhi salaatu wasalaam, waxay noqonaysaa mustaqbila odee ism faacila, damiirka faacilka oo ay halkaa dabadii ku aasan in laga xaaleeya bay noqonaysaa. marka labada wejiba waa banaayin luqa ahaan. xadiidka waxaa daliishaday qolooyinka yidhi haddii meel dhisme dhexda lagu xaajo gudanayo qiblada waa loo jeesan karaa waana loo daba jeedin karaa. in loo daba jeedin karo xadiidku waa tilmaamay, inuu nebigu daba jeediyo xadiidku waa tilmaamay, ta kaleo loo qiyaas qaadanaya bay dhahay. waxaa kaloo daliishaday qolooyinka yidhi waa loo daba jeedin karaa uun ee lama qaabili karo. waxaa kaloo daliishaday qolooyinka yidhi haddii dhismo dhexdii lagu jiro ayuunbaa loo daba jeedin karaa, laakiin lama qaabili karo haddii bannaan la joogana iyada hadalkeedaba daah. qolooyinkii markaa diiday ee yidhi qiblada loomana jeesan karo, loomana daba jeedin karo, ama bannaan la joogo ama dhismaha lagu jiray, xadiidkan waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen horta maba caddaba nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu xaajo gudanayo, ilaa dushuun buu ka soo eegay cabdillaahi ibnu cumare, dee waa sidii isagu uu maleeyey. waxaa dhici karta nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu iskaba istinjoonayeyba xaajo gudashaba aanu ku jirin. waxaa kaloo ay yidhahdeen arrintani waa ficil oo dee cumuum laga qaadan maayo, haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam ujeedadiisu ay tahay inuu dadka u caddeeyo in qiblada marka dhisme lagu jiro loo daba jeedin karo ama la qaabili karaba, dee dadka waa u sheegi lahaa ile halkaa qarsoon cabdullaahi ibnu cumar unbaa sidaa kula kulmae cidima arkahayn marka hore eh. marka wuxuu ixtimaalaad badan baa ku jira inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkan uu ku gaar yahay oo kale, hadduu yahay arrin caama ummadda oo dhan ka dhexeeya nebigu calayhi salaatu wasalaam dee ummadda waa u sheegi lahaa bay yidhaahdeen. jawaabaha noocaasa bay ka bixiyeen. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وحر نهى النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوادي دي أن نستقبل القبلة قبلة إن نولك يسنى ببول كادي فرأيت وان أركي قبل أن يقبل انت يا الله أفصا بعام سنة هرتي يستقبل أي سواء قبلة النبي عليه الصلاة والسلام وشيدة. رواه الخمسة إلا النسائي. حديث كان سنة كسوة حسن محمد بن إسحاق بس سنة كسوة كتيرة صدوق حسن الحديث. علماء قار كود با مركا كو عليه حديث كسان نووي ابن عبد البر ان محمد بن اسحاق وعن عنيه، لكن محمد بن اسحاق صقو سعد وشاقي حديث كان انه كما قلي عده وكورين ايا مركا سقناتي عدي تاكو علي سنوا وهميين واسموتيين وخلدمين سو شاقي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. way xadiidka waxaa daliishaday culimmada yidhi waa bannaan tahay marka la xaajo gudanayo qiblada in loo jeestiyo in loo daba jeediyo labaduba, haddii bannaan la joogiyo haddii dhisme lagu jiro. waxaanu xadiidkani nasakhabay yidhaahdeen oo uu bedelay axaadiidii diidaysay istiqbaalu lqibla waistidbaara cinda qadaa ilxaaja, qiblada in loo jeesto ama in loo daba jeediyo marka la xaajo gudanayo axaadiidii diidaysa oo dhan waa nasakhabay yidhahdeen. laakiin
حديثك النسخ تصين مايا والأصل في الأدلة أنها محكمة أدلة وحاصلة إليه محكم تهيان الله نسخين ولا أشقين اسم وحاو تصين يا وحويان دي أبضاني إلا يرادؤون إنا أرنتها سيبنا أنت هاي أو نهي قوانو تحريم فايدين هاي حارنتمين أنو فايدين هاي أي حديث كالغي قادن كرا النبي عليه الصلاة والسلام أرن كان وسمين لبيان الجواز سوء عدائي أرنتنا إنا بنا أنتو حاران آني هاي ديد مدونا إنا حارنتمين فايدين هاي كراهون أي فايدين اسو جوابك كلا حديث كالغي بحيين واتيران سيدا إلا يرادو وحديع كرتين ونسمكو نحكيري waadii kartay musaatir jiro isaga iyo kacbada waxay u dhaxeeyay wuxuu u dhawaa oo gabaad uu ka dhigtay waadii kartay inuu saxaabigu u qaatay nabiga kaleey salaatu salaam uu ka jeeyay isagoon ka jahayn marka arrimaha noocaas oo dhan ayaa ku soo arooray baaliyay waana aisha radiyallahu anha qaalat waxay tiri dukira waxa loo sheegay li rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rasuulki ilahay anna nasan indad yakrahun أي نعيان أن يستقبل القبلة إن قبلة حق ذو تشيستان بفروج ما يكوقع بلان حبنا هذا الطرنك فقال وحب النبي أو قد فعلوها صدا مئية لأن أرنتها كراهية صدا مئة سميين حولوا مقعدتي حقا يقى الدنباء قارك يقى الدنباء أتشيدية قبل القبلة حق قبلة أتشيدية رواه أحمد وابن ماجه حديث كأنه ضعيف وخالد بن أبي الصلت أي سنة كيسة كتيرة ومجهولة وقد تفرد به عن خالد الحداء مرقى حديث كوا ومنكر ويه أي ماذا ضعيف سوحة كمدة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى إن هذا الحديث منكر بولي مركو الشيقين لا يعرف خالد بن أبي الصلت إنه مجهولي حديث كانوا منكر بولي حديث منكر مركو إساق لمحو جيسان كرمرا ضو ضعيف يا هيبة وعن مروان الأصفري قال وحل رأيت وحن أركي رأيت ابن عمر وحن أركي عبد الله بن عمر وأنا خفريسي راحلته نفك جيلا وصارا مستقبل القبلة حالا ويا ابن حق قبلة وتشيدا ويبول إليها حق قبلة وكاتشيا فقلت واحد أبا عبد الرحمن أي يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك أرن كاميا للديدين المركة الحاجة قدني قبلة اللوتشيست فقال وحر بلاء والديدي لكن غور ما للديدي إنما نهي عن هذا الركاح اللي يسد يدون في الفضاء من البنار مركل تشوفه الوحى تقدري فإذا كان هدوية بينك وبين القبلة هذه هي قبلة أنت أولا حيث الشيء والشيء شيء قاصو يسترك وقرنية فلا بأس أي في ذلك إن القبلة دي أجيسة تامة ودبت يديسو وحقب أما الدم بيهيكم أجره رواه أبو داود أثر كنوى صحيح الإمام الدارقطني هي حاكم هي وصحيحية وقد حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح والحازمي في كتاب الاعتبار وشيخ الألباني في الإرواء وإلا رواه صحيح ينقو الديدو حر درجة الصحة مقارة حديثك وحسن ساسو تلمام حديثك واحد اللي شده قلو إن كيري أما أثر كان هذا كان عبد الله بن عمر قلو إن كيري waxa kala duwan dhismaha iyo banaanka wadi banaal waxa ci gudanayo oo wax kugu gudbano ad gabaad ka dhigatay oo kacbadii ka qarinayaana aanu jirin arintaasi ma banaana hadii sa dhisma lagu haajo gudanayo dhixdi ama u jiro shay xaqii kacbada ka xigo aad u dhawdahay gabaad ku ah arintaas waa banaanta waxaana yiraahdeen badde arrinkan Cabdullaahi ibn Umar tafsiilka kala qaadista noocaas de nabiga abu ka wariyeyba wa inma nuhiya an hada fi alfada ay ka dhiganta inuu nabigu arrinka wuxu diiday marka banaal la joogo oo riwaayi warin baarinto ay tahay laakiin hadii adiga iyo kacbadii ay wax idin dhaxeeyaan waxaana wuxuu jeedaa wax de ama dhismaad ku dhex jirta ama wax ku dhaw waad u dhawaatay لكن تاسي مد
ku cad maaha warka cabdillaahi ibnu cumar. Waa dhici kartaa inay arrintani werin tahay, kala qaadista noocaana nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka warinayo. Waxaa kaloo dhici karta inay arrintani tahay isaga fahamkiisa, oo isagu xaadiita saa ka fahmay, saa dee culimmadii ka dambeysayba qaarkood ay uga fahmeen. Almuhim, waxaa xaasilka ah waa madhabka cabdillaahi ibnu cumar inuu ahaa in haddii qofku dhismo uu ku xaaji gudanayo amabase shay u dhowo xaggii kacbada ka xiga uu jiro, qarinaya inay arrintani bannaan tahay, oo kacbada u jeestiyo inuu daba jeediyo haddii bannaan uu ku xaaji gudanayo inaana bannaanayn. Madhabka cabdillaahi ibnu cumar saasi ayuu ahaa. Madaahibtu waa badan tahay mas'aladan ku sugan ee soo ururnay, labunba ugu xoog badan in la kala qaado bannaanka iyo dhismaha. Madhab dee saxaabadii qaarkood ay ku tageen, si aad arkaysaa xadiidka qaarkoodna dee daahirkooda loo deliishan karo. Madhabka labaadna waa in la yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaa waa diiday, waana haddana waa sameeyey. Markaa sameynta uu sameeyey diidmadiisii dabadeed waxay daliil u tahay arrinkaasi inaanu xaaraana inuu makruuh yahay. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wax xaaraana oo ummadda uu ka xaaraantimay ma sameeyey. In arrintaasi samayntu isaga ay ku gaar tahay oo xukunkeedu uu khaas yahayna dee wax caddaynaya lama hayo. Taasaanad moodda wallahu aclam inay ugu dhowdahay inay arrintani makruuhun tahay in qiblada loo jeesto ama loo daba jeediyo marka la xaajo gudanayo, oo qofka sameeyaanu xaaraan ku dhicin. Laakiin sida axwadka ah isdhowrista iyo diin ilaashigu uu ku jiraa waa inaanu qofku kacbada u jeesan xaggeeda marku xaajo gudanayo una daba jeedin. Marka dhismayaasha la dhisayana arrinta waa in laga dadaalo oo suuliyada aan laga dhigin kuwa xagga qiblada u jeeda ama qibladu xagga dambe waxa weeye inay ka marayso. Dayaxa iyo qoraxda iyaga in la qaabilo xaggooda loo jeesto daliil saxiixa oo diidaya ma jiro. Bal xadiidka abi ayuube shariqu aw gharibu waxaaba loo deliishan karaa in dayaxa iyo qoraxda iyaga la qaabili karo. Xadiidka arrintaasi diidaya ee alxakiim atirmidi uu wariyey waa xadiis dheer oo culimada qaarkood yidhahdeen ilaa shan warqadoodba uu ku qormaya haddii la yidhaahdo qora. Marka waxaa xadiidkaasi ka mida wanaha an yabuula arrajul wa farjuhu baadin ila shamsi waalqamar, wuxuu diiday ninku inuu kaajo iyada oo cawradiisii qoraxda ama dayaxa ay u muuqato xaggiisa ay u jeedo. Laakiin xadiidkaasi waa xadiis aan asal lahayn, sida a'imadu ay sheegeen. Ibnu xajar oo kale wuxuu yidhaha huwa xadiidun baatinu laa asla lahu bal huwa min ikhtilaaqi cabaad ibni kahiir. Cabaad ibni kahiir nin la yidhaahdo oo kadaab baa sanadkiisa ku jira. Markaa ninkaasaa samaystay beenaalaha ah. Alimaamu nawawiina majmuuca wuxuu ku yidhaahdaa almajmuuc sharxu lmuhadab hada xadiidun baatil. Markaa xadiid jira kaasi maaha. Qoraxda iyo dayaxa, buuraha iyo badaha in xaggooda loo jeesto wax diidayaana ma jiro. Haddii kale de waxay noqon sidii laga sheegay ninkii yidhi koru kaaj, laga sheegay inuu koru kaajo uu yidhi duul culima qastay baanay, waxaa la yidhi qibladii ha u jeesan ha una daba jeedin, dayaxana ha u jeesan, qoraxdana ha u jeesan. Markaa xaggee hadhe de jihooyinka oo dhan waa laga soo xidhaya. Xagga saraa hadhe, xagga sarana waa xagga u daran oo dee qofka ilaahay baaba ka xiga. Ilaahay baa subxaana wa tacaala khalqigiisa ka sarreeya. Baabu irtiyaadi lmakaani, meeshii in la jilcistaabu baaburtiyaadi lmakaani, meeshii in la eegtaabu u baab yahay. Makaankii arrakhwi ee ahaa mid jilicsan, wamaa yukrahu iyo meelaha la karho attakhallifi in lagu xaajo guto. Markaa baabkan laba masalo ka hadlaya. Masalada kood waxay tahay qofku markuu xaajo gudanayo inuu eegto meel jilicsan oo aan kaadidii ku soo celinahayn oo meel adag oo diriyaan ahayn. Masalada labaadna waxa weeye meelaha qaarkood oo shareecadu ay diiday in lagu xaajo guto. Labadaa masale ayuu baabu ka hadlaya. Irtiyaadkuna waa talabu lmakaani sahli layin, waa inuu qofku raadsado markuu xaajo gudanayo meel jilicsan oo kaadidii marka ay ku dhacdaanay kusoo noqon ahayn. can abi muusa qaala, wuxuu yidhi maala, waa leexday rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulkii ilaahay, ilaa damathin
wuxuu u leexday meel jilicsan ayuu u leexday ilaa makaanin sahlin layin demithal makaanu baa la idhaahdaa ay sahula meel fudud oo jilicsan may noqoto si sahlan loo qodi karo demith haddii la idhaahdo oo miimta la hoos dhigana waa sifadii oo fulaanu rajulu demith demith alakhlaaq ninka heba la idhaahda waa nin dabeecad wanaagsan dabeecaddiisu mid qallafsan oo jaxara maaha oo ilaa janbi xaayatin gidaar dhinacii ku yaalay fabaala waa kaajiyay nebigu calayhi salaatu wasalaam wa qaala wuxuu yidhi intaa dabadeed idaa baala axadukum midkiin hadduu doono inuu kaajo falyartad meel jilicsan ha u raadsado libowli kaadidiisa rawaahu axmadu wa abu daawuuda xadiidkana waa daciif oo min ariiqi abi tayaax qaala xadaanii shaykhun sheekha abu tayaax uu ka warinayana la garan maayo lihaada aimadu xadiidka waa daciifiyeen waxaana loo deliishaday isaga iyo adilo kalaba qofku marka uu kaajayo inuu kaadida markaa la doonto meel jilicsan oo kaadida markay ku dhacdaana kusoo noqdo tusaalaan suuliga oo kale markuu ku kaajayo godka loogu talagalay saxaradu inay ku dhacdo inuu halkaa kaadida la egto ila haddii marmarka iyo sibidhka waxa weeyaan kaadidii uu ku shubo oo kusoo noqonaysaa haddii uu joogo dhulkaa ciiddaana meel jilicsan ama marka horeba ha jilicsanaata ama isagoo ha jilciyo oo faralaabka uu sitiyo waxaa dhulkaa ku mudmudee inuu eegto ujeeddada laga leeyahayna waa liya'mana min rashaashi albawl waa qofku si uu uga aamin noqdo duulduulka kaadida ee kusoo noqon kara marka xadiidyo badan baa kusoo arooray mas'aladan ku saabsan in kaadidii meel jilicsan loo raadsado laakiin xadiidaasi waa xadiid wada daciifa wey oo xadiid ka mid oo ansaxay ma jiro laakiin laba arrimood ba waa loo deliishan karaa arrinka koowaad wuxuu yahay alaxaadiidu alaamiratu bitanazuci can albowl axaadiidta si guud u faraysa dadka muslimiinta ah ama dadka guud ahaanba inay kaadida iska dhowraan watanazahu min albowl faina caamata cadaab alqabri minhu iyo xadiidkii ibni cabaas ee bukhaari iyo muslimba wariyeen labadii qof ee nebigu uri qubuurtoodaa lagu cadaabaya maxaamidkood lagu cadaabaya ama axadu afkaa laa yastatiru min albowl kaadidaanu iska hagaajin karin laa yatanaza iska hagaajin jirin laa yatanazahu min albowl kaadidaanu iska dhowri jirin bimacanaa ama waanu iska maydhi jirin ama arrinkaa waa sahlan jiro oo fudaysan jirin marka qofku haddii meel adag ku kaajo waxa dhacaysa dee inuu ka mid noqdo kuwa axaadiidaas ay sheegtay arrinka labaad nebigu calayhi salaatu wasalaam kaadida meel jilicsan inuu la doonan jiray qaraar hadduu ka baqanay inay kaadidu kusoo noqoto dee xadiidyo tusiyey baa ka mid a xadiidu xudayfa ka mid oo aba inoo soo socdaaye ana nabiya sala allahu calayhi wasalam ataa subaatata qowmin fabaal nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi meel dad qashin qub u ahayd deetana halkaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku kaajay marka qashin qubka nebigu muxuu u doontay waayo waa meel jilicsan oo kaadida aanay kusoo noqon ahayn waxaa la mida mas'aladaasi qofku dhinaca dabayshu ay ka imanayso inuu u kaajaa iyaduna waa khalad waayo dabayshii ayaa kusoo celinaysa kaadida haddii aanu dee meel gabaada aanu kaga jirin iyaduna talay lamid tahay wacan qataadata can cabdillaahi ibnu sarjis qaala wuxuu yihi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay waa diiday an yubaala in la kaajo fi ljuxri godkii lagu kaajo qaaluu waxay yidhaahdeen liqataada qataado oo ah taabiciga cabdillaahi ibnu sarjis ka warinaya waxay ku yidhaahdeen maa yukrahu maxaa loo karhaa min albowli kaadidii fi ljuxri godka lagu kaajo arrintaa maxaa loo diidaye lagu qoonsaday qaala wuxuu yihi yuqaalu waxaa laha innaha masaakinu ljin waa hooyga jinka weeye godadku marka aljuxru waa godadka ay bahaluu qotaan rawaahu axmedu wannasaa'iyu wa abu daawuuda xadiidkani waa xadiid daciifa waayo qataada kama maqal saxaabi aan aanas ahayn sawdha alxaakim kitaabkiisa macrifat culum alxadiid ina qataadata lam yasmac
من صحابي غير أنس صحابي أن أنس صحيح وحبك ما مغل هذا أنا عبد الله بن سرجس بكورنا يا أنس ما إمام أحمد نمركي لو ويدية قتادة أحد صحابة كم إذا ما كم مقلي وحرما علم قتادة تروى عن أحد من أصحاب رسول الله إلا عن أنس ما أقي قتادة إنه كوري أحد صحاب رسول كم إذا أنس مو يعني عبد الله بن سرجس كورن باليري فابن سرجس كان لم يره سماعا إنه كم مقلي وما أرق ابن أبي حاتم وريي عن حرب ابن إسماعيل الكرماني عن الإمام أحمد رحمه الله لما أرانك ردي قتادة عبد الله بن سرجس ويز سوق قارن معاصرة ويد عدا ويسكو عسر وارين تسميان نقول في الليل لأن يعني مثل هذا لا يخفى على مثل الإمام أحمد إمام أحمد وكلا رنكاس ميت كقرسوه بكرامة إمام أحمد السوق وقا أنا يسكو عسر هاي ردنا نفى سماعه عن صحابين غير أنس وحدي ذا إنه صحابي أنس صار وحكم مغلي الرنك لنا ووه لسايو وتاسيح وكيري سايو دي قتادة لفتي سوى مدلس واللي صصك مدلسين تأيى لغو الشاقة إن كستوى الحاكم كتاب كيس معرفة علم الحديث وكدر الليس كمدلسين تيجوا مدلسين هذا عن توضى لا أقبله دي حديث كي عن أيام هذا كان ويريق هذا إنها مساكن الجن إن هذا وعيد كسوريه ما يقال وحلا يرى هذا بول وحكى لك المناسبة إلا الشيخ وحكى كتب التاريخ هذا يتشير لقوريا إن صحابي قلوا رنجل سعد بن معادة ابن عبادة سعد ابن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميت إنه كوكا تشي قد كويا للشام تنمركي بقداتك أولا عوصا وكل انتي هذا مشهور عند المؤرخين أصحاب التاريخ أكتوه قصص عام بيته لكن قصص صحيحة معها ابن عساكر باوري في التاريخ عن ابن السيرين ومرسل وي على منقطع سنة كلنا والي يسألون كبسي اللي تبع ومعضلة لكن مسألة عدين أني ما أدنو قدت كأنه لقوك عتا صح معها وايو لأن هذا يؤذي ما فيها ما قد يكون فيها من الحيوانات أنت صوحي دي بيسا وحي يدعي كرتميشا إنه كتير يدي حيوانا إلا دبانا علي بنانين تكروا حدعي كرا إن قفكي كوكاتي لفتي سنبات أي كسو قادو أما هو يتشين ميشو هالنغوتو أما دي بحالباك كصبح وهو حي اللي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري اتقوا اللاعنين لبدا معلش كان اسكيل عليا قال وحوري ومن اللاعنان لبدا معلش صاغ ونقضوام حيا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أي تخلي الذي كيحة قدشدي سوي يتخلى كحة قدني في طريق الناس تدك وددودا وددودك هاي استعمالان أي مران أو في ظلهم أمهر كودة رواه أحمد ومسلم وأبو داود مركا ما رنت اللفت دا وحنا عضلة يسمايا نعدش الصابو نقون يساوي ما دام أي نعدش يارنت الصابو نقون يسوين وضد يضد كامش يهر سنة الوحة تجوتا ما دام أي نعدش ضد كصابو نقون يسو سيدو يلو وحنا عضلة يسابا لقد نجيبا هو من باب إسناد الشيء إلى سببه والشيء يقوله تيريي سبب تيسي وأنا وحى مجاز عقل يا كنت المامان علماء وحويان لقضاء علماء أصول الفقه وحى كلا دعي كرتاء اللاعن إن لوغتش هذا الملعون اتقوا اللاعن الملعونين ربضا معضلا فعل كود إسكيل عليه وايوا الذي يتخلى في طريق الناس وكذلك وددوا ذا كحاتي قدرية والذي يتخلى في ظله يكماشا يهرسدان كحاتي قدرية لبا صان عدلا وي حديث كوحا لقفا إذا سنة وددتك أي مران إن لو حاتي قدرية مكا دي أن قطام وحكا لبا إناني بنانين سيدا سوكا لي ميلاها ددك أي هرسدان ويا رنتم حاكا دالا ريسا وحاكا دالا ريسا دي قفكو ددك إلو لبا إياكا دالا ريسا حق دروا لبا وكو لبا
إلهي سبحانه وتعالى محوير في القرآن الكريم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بل رسولك هذا الأذق وأرنتا كيرسا طبراني في المعجم الكبير وكوريي من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم قفك مسلمين تودوين كودا كل با يمرنا ذا إمران نعدش إلهي بكل عيسى هديو مركا قشن صادقو نيف بختيي وحكرا وصخا وضيدتكو أي مرية هديو إساقو بكو حاجة قدتو هديو نقحان أبقو ودو أولا بقو هديو عريريا وضادي لسميه سيو كسوة دركية سامان تدد فربضان إيسان أيام هديو قاريق يسي بقو أما قاديد كي أوتي وضاد كي وضاد السيدة أو كغحرة كوا صور نبي ويسوى قليان لبستا النبي عليه الصلاة والسلام وشاقي هذه ذلك مسلمين تاو الدوين كودا لقول لبا إن عدش إلهي لقو متيساني وارين هاليسة ويانا رنتاسي وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحيري اتقوا الملاعنة اسكيل علي الرمان عدش كيناء الثلاثة صدح دعاه البرازة إسكايل علي حاجة قدشدة في الموارد ميلاه بيها الله مري لغا أروره أدكو حاجة قدتان وقارعة الطريق يوضده قارعة السلام أعلى الطريق ووضده حق هذا الصريع وحانا قارعة الله إلى لأن الناس يقرعون عليها نعاله ويددكو شانتو دي كبتو دي وضده الله نعان مركا مريان والظل إسكايل علي إن أدكو حاجة قدتان هارك ميلها ضدكو يا هرصدان مركا الملاعن الثلاث أيين كبد اللي هدا اتقوا البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل البرازة بين كبد اللي كوا كدا ميورنا من هو مجرور اتقوا اسكايل عليها الملاعن الثلاث البرازة اسكايل عليها حاجة قدشو في الموارد اتكو حاجة قدتان يلا بيا الله مرة وقارعة الطريقة تكح حاجة قدتان والظل هركة تكح حاجة قدتان حديث كان وحري رواه أبو داود وابن ماجه وقال وحري أبو داود هو مرسل حديث كان هو مرسل مركا حديث كان حديث ضعيفة وسعيد الحميري روايته عن معاذ ومنقطعة وحري معاذ كورية ومنقطع الحافظ بن حاجر كتاب في التقريب والتقريب وحكول هذا شامي المجهول وروايته عن معاذ بن جبل مرسلة ارتواني الرهر شامي مجهول وعلى القرار هايما لما على القرار إنه وركي سلامات بالله وحى معاذ بن جبل وكوريانا ومنقطع مركا حديث كأنت كالده وضده إيا هارك حديث كأو رسحيحة والشيقين اللي قوحة تقو داري أرنت كو صاحب سمر كاميلا بيا الله مره أيوم بولا ديريا أيو زيادة أيوم بضعيفة تالف تيدو ما بنانا ودي ماشي بيا لو مري ووضعون هذا حتى وضع هاينا دي هدي هالك لغو حاجة قلتو مسلمين تيلا ديبا بين قونسا ديبا استاسينا ما بنانا الدليل هذا هو رأيين وشاقا تاكالا ماشا الموارد وحكالو سوقل ايا ميلا بيو اي مران وي ماشي بيو اي مرايين هدي لغو حاجة قلتو حدا عيسا إلي بي قادان وحي وصخ دي بيش اللي قلتها قد بيتنا ميلي بيا لقع بيا بيو يكون رير وحبيني لقيان وطارة دي نباطة هاي كان عالاته وهي حديث كان وحوط الماما يا أرنتا سيئنا يتهاي كبيرة دم بيوين من هدي قفكي نعدل باوكم وطيستانيو مياي بنانتا يددكو إني نعدلان تاسوا مسلكة لي لكن حديث وحوط الماما يا ددكا نبكا نوع عسلو قيستو إنه دبعي قودة تايقوف كسيدة السمايين إن عدلان وحاي السمايين وإن عدلشا حلال بام سوى حرام تأدي لك إلا لقر هادين يا حديث كاني بس ألا دا أصلاحان كهد لمايو وحالا ميدا ميل كستو داتكو عيسوكو يمادان سيدا ميلا يكو عدعات سيدا وقتية دا قبوغة ينوادي دا ميلا داتكو عيكو كلمان يانو ميشا سيد ودان النقون إن هرنا النقون إنه مرا يدتك عيسوكو يمادان وحكرنا لنا ما بنارا
وعن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحين لا يبولن يان كاتن أحدكم متكين في مستحمه لا يبولن يان كاتن أحدكم متكين في مستحمه هل كوكما يديان كاتن ثم ترى يتوضأ في أي هو يسوي يتوضأ في كويس السنة معنى عقل ما ماشي أتكو كاد أدوبة هني دين أتكو يستعد دين أتكو كاد إن عامة الوسواس محيي له وسواس فإن عامة الوسواس محيي له وسواس بدنك من هو أرن كحق سكا هذا يو قفكم ماشي وكم يدين أي كويس السنة إنه كو كاتش وحسابه نقطة إنه وسواس قابل وده حسوس تكادي ماشي وكل شوية marka uu ku meeydhay meesha dadana dib ugu soo duushay marka damashaydaanku ku jira daahir bamatiin laakin qawluhu thumma yatawaddahu fi li ahmad wa abi daawud faqat rawahu al khamsa marka hadith kan in qaybti sura la yabulanna ahadukum fi mustahammihi wa isugantahay midkii aanu ku kaatin meesha uu ku meeydhay al mustaham wa al mukhtasar wa meesha lagu meeydho ومحا مستحم لو بحيي من الماء الحميم ده بيه كل با حيام رشاد الله استعماله كميدا ده بيتنا بيه كل هذه لغو مرنية هذه كلا ماشي لغو مرنية مقع عاسا يسك قالت لكن أصل كما قعو حكيمي من الحميم والماء الحار بيه كل الكاسو كيما سلعان بركا قيب توري حديثكو حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة يسوغا أيو أنصح قال نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم نبي قوي حديده متكئن وفعله شان الله يستمع عليك أستن أو يبول في مقتسله أما إنه كوكا عجو حالك وكما يدو إمام أحمد يا أبو داود النسائي وروان حديث صحيح وي مركا حديث كان مرخاتبو يقيب طوري انت الدنبوء ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه وموقوف وهذا الك عبد الله بن المغفل ما هذا النبي عليه الصلاة والسلام لقصه وري سأقعد رواية ابن أبي الشيبة وغيره ويحديث كان وحد المامة يا قفكم ماشى وكم ما يرضى إن أنا كاتب وحنا الوجه إذا بين علماء بدن كود وهذه أنا كاديد اللي هاي مال أي قشاء كبحل لكن هذه ماشي تصال عن مسقولت هاي قد له كاديد أي جليسه halka intu ku kaajo hadana waa iskaga meedan kara wixii laga baqanayo ah kaadidi marka biyihii ku meedanayo isku shubo inay de biyihii dib ugu soo celiyaan oo kaadidi ay ku soo duudoosho ama waswaas baarinta uu ka qaado marka waa maqantay ikuma xal diidaya meel aan kaadidu meel ay gashaan lahayn oo kaadidu inay iska fadhiisanayso halkii uu ku kaajiyay kaadidiisa ay fadhiday uu hadana inuu ku meedho taasa la diidaya warintaas idee inuu najaas soo abay sabab noqon karta in waswaas qaadana sabab ay noqon karta wa an jabir an nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu nahwa diin nabigu an yubala in lagu kaajo fil ma irakidi biya fadhiya rawahu ahmad wa muslim wa an-nasa'i wa ibn majah haday badan yiin haday yiri yihiin ba sababta loo diidana waan sheegnay hor hadithku ino soo maray arinkaas wuxuu sababi karaa in biyaas marka dambe ay najaasoobaan say kaadis kaga daba tagayso hadaanay najaasoobina inay wasakhoobaan wadadkii isticmaali lahaa marka arinta noocaasi isticmaalkood iyo ku intifaacooda ay koor istaagto baabul bawli kaadidiiba u baabiyo fil awaani weelka lagu kaajo lil haajati baahi iyo dankeentii ay awgeed lagu kaajo boogi carruurteer loo dhigayo kale iyo dee qof weyn oo tusaalahaan aan musqushi gaari karahayn iyo qof tusaalahaan musquliina guriga aanay ugu dhex oolin banaana aanu bixi karin habeenkii deetana intu weel iska dhigto baaldi iska dhigto dad iska kaajiya subaxii iska daadinaya arintaas inay banaan tahay buu baabkani uu ka hadlaya an umaymata binti ruqayqa an ummiha qalat wahitini kana linnabiyi sallallahu alayhi wasallam nabiga waxaa u sugnaa qada xunbaa u sugnaa weel min caydaanin weelkaasi oo laga sameeyay geedaha timirta dhaadheer wa tiwalu nakhl ya aydan la yiraahdaa mufradkeedana aydanatun baa la yiraahdaa
marka ciidan maaha iska ilaali caynta hoos dhigin, waa caydaan taxta sariiri, kaasoo sariirta u hoos yaallayo yabuulu uu kaajayay fiihi, isaga uu ku kaajayay bileyli habeenkii. Rawaahu abu daawuuda wanasaa'iyu. Marka xadiidku waa xadii xasana, ugu yaraan sanadkiisu waa xasan, waxaana uu tilmaamay masaladaa u baabaystay oo in haddii dee baaya ay keento in weel lagu kaaji karo oo ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqoto, ma habeenkii buu nebigu u baahnaa, laakiin qofkii maalin u baahdana waa la mid un. waxaa markaa laisweydiin karaa soonta kusoo aroortay xadiidka cabdillaahi ibni yaziid inuu nebigu yidhi laa yunqacu bawlun fii tastin fi lbeyt, yaan kaadi la dhiganin yacna tashti ku jirta ama weel kaleba guriga dhexdiisa. Fa ina almalaa'ikata laa tadkhulu baytan fiihi bawlun yunqacu walaa yabuulanna fii muqtasalihi ama walaa tabuulanna fii muqtasalika, malaa'igtu ma soo gasho guri kaadi la dhex dhigtay, kaadi weel ku jirta. meesha aad ku meedhatana ha ku kaaji. Tabaraani baa wariyay fi lawsat, waa ina xadiid saxiixa. marka weel kaadi ku jirta guriga ha dhiganina, iyo xadiidkan iyo masale aynu ka hadlayna see la iswaafajiyo. waxaa la iswaafajinayaa naqcu loogama jeedo in kaadidii in yar weel ay ku jirto guriga dhexdiisa ay taallo, waxaa looga jeedaa in halkaa layskaga kaydsado iska taallo. oo waxaa looga jeedaa albawlu fi linaa zamanan tawiilan, inay kaadii ku jirto weel muddo dheer. ta xadiidkan uu ka hadlayaana waa inuu qofkii markuu u baahday intuu ku kaajo dabeetana iska soo daadiyo. markaa qofkii u baahday inuu weel ku kaajo ee kaadidii guriga yaanay u dhex oolina, marka u horeysa ay u suurto gashay inuu iska soo daadiyo, iska soo daadiyo. saasi weeye. masalo kaloo muhiima baa jirto oo adiga jeer dadkuna isweydiiyaan oo ku saabsan xadiidkan laftiisa kusoo aroortay riwaayaadka qaar, oo masale ku saabsan kaadida nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood inay cabeen miyay sugantay. xadiidkan laftiisa waxaa kusoo aroortay waxa weeyaan riwaayaad ka mida riwaayaadkiisa in umu ayman inay cabtay kaadidii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo aan garan ahayn. nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi umu ayman ayeene kaco kaadida ku jirta weelka orda soo daadi. tii rasuulka ilaah wallahi waan cabbayba, sooni mar ora cabbayba, waxba kuma jiraan. tale intuu qoslay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam aada u qoslay uu yidhi weliga caloosha ku xanuuni maysa mar haddaad kaadida cabtay. waayo xadiida kalena wuxuu tilmaamayaa qofka cabtay inay ahayd gabadh la odhan jiray waxaan baraka oo muxamima ay kala timi ardul xabash marka ay u hijrootay markii ay soo noqonaysay, in iyaduna saasoo kale ku khaldanto ee cabtay. labada xadiidba waa daciif weeye. ka hore waxaa ku jira sanadkiisa abu malik anaka ee cabdilmalik ibni xuseyn baa la yidhahdaa mutafaqun calaa dacf, inuu daciif waa la isku waafaqsan yahy. wakadalika inqitaac baa sanadkiisa ku jira oo nubayx oo muayman ka warinayaa ismabay soo gaadhinba. kan dambe laftiisu waa daciif oo xukayma ibnu umayma oo majhuulada baa ku jirta sanadkiisa, matnigiisana idiraab iyo iskhilaaf badan baa ku jira. marka lam yahbut ana axada min asaxaaba shariba bawla rasuuli illah, may sugnaan in axad saxaabada ka midi kaadida nabiga calayhi salaatu wasalaam u cabbay. xataa haddii axaadiithani ansixi lahayd may tusiseen kaadida nabiga in la cabbaa inay bannaan tahay. waayo kaadida nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay lamid tahay lamid ahayd kaadida dadka kale xagga najaasanimada. walihaada kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yastanji minha, nebigu wuu iska maydhi jiray. se axaadiid fara badan oo xadiidkii mukhiira uu nebigu weysay isoo qaadi yidhi xadiidu anas ay tusinayaan. nebiguna bashar buu ahaa, wixii daliil uu tilmaamay inuu xukum gooniya ka leeyahay mooyaane waxaa kaloo dhan dadku kala mid ah. qul inamaa ana basharu mitlukum yuuxa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu waaxid. xataa axaadiidani hadday ansixi lahayd may tusiseen in kaadida nabiga calayhi salaatu wasalaam in la cabbaa ay bannaan tahay. liana haada waqaca khata'an walam yaqac dalika qasdan, waayo arrintan umay qasdin ciddii ay ka dhacday. haddii xadiidku uu sugnaan lahaa wey hadda maba sugnabe,
arrintani waa arrin dhacday iyagoo wax moodaya waxaan wax kale inuu kaadi inuu yahay bay garan ahayn wallahu aclam waxka wabillahi tawfiiq wasal allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira wadadii biyo uskaga arrintaasina waxay dhibaysaa dadkii maraya gaar ahaan habeenkii mararka qaarkoodna ur qarmuun bay samaysaa arrintaasi waxa ay ka mid tahay tii aynu ka hadlaynay oo xadiidkii bay soo gelaysaa man aada almuslimiina fii طariiqihim faqad wajabat calayhi lacnat ullah qofka muslimiinta ku dhiba wadadooda nacdasha ilaahay baa ku dhacaysa marka qofka uskaga kusoo daadinaya qofka qashinka kusoo daadinaya qofka sabab u noqonaya wadadii dadkii maraya inay dhibaata soo gaadho wadadii wado qarmuunoo uraysa inay noqoto qofka sabab u noqonaya qofkaasi wuxuu ku dhacay fii kabiira min alkabaa'ir dembi dembiyada waaweyn ka mid a waajibna waxaa ku ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala uga toobad keeno toobadkeenkiisana waxaa ka mid a wadada inuu nadiifiyo arrintaasina waxay ka turjumaysaa iimaan daciifay waayo iimaanka waxaa ka mid a dadka wixii dhibaya wadada in laga leexiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi alimaanu bidcun wasabcuuna shucba calaaha qawlu laa ilaha ila allah wa adnaaha imaatatu laada can ariiq iimaanka nebigu wuxuu ku daray wixii dadkii adduunyadaba dhibay wadada in laga leexiyo in lasoo dhigaa waa waxay ka go-an tahay qofka iimaankiisa waxaa lay astaan iyo calaamad utahay iimaankiisu inuu daciifay ta bulaacadda aada sheegtay iyaduna waa labiduna kama sii daranba bulaacad iska soconaysoo waxa weeyaan durdurayso wadadii maraysa oo dadkii waayeelkaa laga inaan ka tallaabsan karin kuwii ka laga inay gawaadhidu ku saydhiyaan ama qofkii waqtiyada madowga iyo habeenkii inuu waxa weeyaan ku joogsado kullu laa yajuus ma banaano taas qofka bulaacaddiisa waa inuu qariyo oo bulaacad aasan ay noqoto dhulka hoostiisa taasina maanta waa wax suurtagala weeye marka dhaqankana in biyo uskaga ahaa ee guriga kasoo baxaya god dabadda looga sameeyo dabeetana la dhuro oo wadada dadku marayaan lagu rusheeyo sidoo biyo nadiifa ay yihiin kaasi mid bannaan ma aha masalada aynu ka hadalla ee ah in arrintaasi kabiira ama dembi weyn tahay baanay soo gelaysaa wallahu aclam.